عمو جراح باشا الجامعي يقع مرتفعا قليلا عن سطح البحر على التلة السابعة في إسطنبول ذات الكلال السبعة، كما ويوجد الحرم الجامعي ضمن شبه الجزيرة التاريخية في إسطنبول في أحد مراكز المدينة التي تمتلك أسهل مواصلات، حيث يمكنني القول بأننا في مركز حيث تتقاطع فيه وتمر منه المتروات والميتروبوس وكافة وسائل المواصلات الموجودة في إسطنبول. لو كنت سأتحدث عن ثلاثة أبعاد برزت فيها كلية طب جراح باشا، فالأول هو أنه يمكنني القول بأنه وفي إطار فعالياتنا التعليمية فإن هنالك الآن ما يقارب 3000 طالب يتلقون التعليم في كليتنا باللغة الإنجليزية والتركية. المواضيع والدكاترة في كلا هذين القسمين هي نفسها، لكن اللغة مختلفة فقط. التدريبات العملية هي أصلا متابعة للتعليم مباشرة مع المريض. الفعاليات العلمية هي نقطة أخرى تبرز فيها كليتنا، إذ على صعيد الفعاليات العلمية تحتل كلية طب جراح باشا مكانة مهمة بين أكثر الكليات التي يتم فيها نشر المقالات والدراسات العلمية في بلادنا. أما النقطة الثالثة التي تبرز بفضلها جامعتنا فهي كثافة المرضى القادمين من كل أنحاء تركيا، حيث يساهم هذا الأمر في منح طلابنا فرصة التمكن من رؤية الكثير من الأمراض المختلفة، كما ويأتي الكثير من المرضى من الخارج إلى كلية طب جراح باشا. بالنظر إلى أن المرضى الدوليين لا يستطيعون القدوم في فترة الوباء التي يعيشها العالم، بدأنا العمل تحت اسم جراح باشا العالمية مع شعار جراح باشا في كل مكان وفي كل أنحاء العالم، حيث يمكن لمرضانا الحصول على رأي طبيب ورأي طبي من كلية طب جراح باشا من خلال التواصل مع الطبيب الذي يشاءون عبر أوساط رقمية مثل برنامج زوم. ندائي من هنا إلى الشباب الأعزاء الذين يسعون إلى دراسة الطب في حال اختيارهم لكلية طب جراح باشا، فإنهم سيتخرجون من كلية لديها علاقات إيراسموس مع 25 كلية حول العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن الشهادة التي يحصلون عليها من كليتنا هي في نفس الوقت مقبولة في كل أنحاء العالم، حيث تم إعادة اعتماد برامج كليتنا التعليمية في الطب باللغة التركية واللغة الإنجليزية في العام 2012 ومرة أخرى في العام 2020، إذ تستوفي كافة هذه الشروط الاعتمادية حتى عام 2025. في السنة الماضية اختار 35 شابا من الحاصلين على أول 200 مرتبة على مستوى تركيا كلية طب جراح باشا، وهذه السنة أيضا نحن ننتظر في كلية طب جراح باشا شبابنا الناجحين والمهتمين بالدراسات العلمية والذين لديهم هدف التخصص في الطب. إذ على صعيد الفعاليات العلمية تحتل كلية طب جراح باشا مكانة مهمة بين أكثر الكليات التي يتم فيها نشر المقالات والدراسات العلمية في بلادنا.